طيب النهارده كانت معركة كورة قوية جدا جدا على الصعود إلى الدوري الممتاز، لقاء كان ساخن بل وساخن جدا ما بين زد وما بين وادي دجلة، انتهى هذا اللقاء لصالح زد، زد كان يكفيه التعادل أو المكسب، دجلة كان لابد أن يفوز علشان يبقى عنده المباراة المقبلة بإمكانه فيها الفوز، وقتها كان حيصعد. أما وأنه السيناريوهات حسمت اليوم واستطاع زد أن يفوز على وادي دجلة بثلاث أهداف مقابل هدف قدام حضراتكم هو على الشاشة، أصبح زد هو الفريق الأول في الوصول إلى الدوري المصري الممتاز. وقدام حضراتكم الثلاث أهداف اللي سجلهم النهاردة زد في شباك وادي دجلة، وخليني أقول لك أنه هذا هو العام الثالث على التوالي بالنسبة لزد في مسيرته وفي مشواره. اللي انت هتبص عليه، ما اعرفش يمكن ناس كتير ما خدتش بالها من القصه دي، مين اللي صعد زد؟ من هو اسم المدير الفني؟ ما هو اسم المدير الفني؟ اسم المدير الفني مجدي عبد العاطي، يا جماعه احفظوا الاسم ده كويس قوي، اسمه كابتن مجدي عبد العاطي. كابتن مجدي عبد العاطي ده الفريق رقم 3 اللي صعده للدوري الممتاز، ده الفريق رقم 3، انا بتكلم عنه كده بهذا القدر من الفخر لانه فعلا مدرب محترم، مدرب محترم. عملها مع اسوان، عملها مع فاركو، ومجددا بيعملها هذه المره مع زد. تمنياتي ليه بالتوفيق، وببارك اكيد لمجموعه العمل كلها في زد هذا الصعود، وبقول لوادي دجله هارد لك بكل تاكيد، نتمنى ان شاء الله باذن الله الموسم يكون قوي ويكون عندنا مجموعه من الفرق اللي تتبارى في هذه المسابقه لمصلحة الكرة المصرية.